بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي يعني دكتور احمد نجا، مدرس في كليه الطب جامعه اسكندريه قسم جراحه الاوعيه الدمويه. يعني طلب مني ان انا اقول كلمه لليانج فاسكولار ترينيز في مصر عن الاندوفاسكولار بروسيجرز ان جنرال. هو النصيحه او مش النصيحه يعني او وان اوف ذا تيبس اللي ممكن واحد يوجهها لاي حد لسه بادئ في الاندوفاسكولار بروسيجرز، هو اول حاجه ان كنا ان احنا جراحين اساسا في المقام الاول، فده بيدينا ميزه، بيدينا بريفليج ان احنا اوريدي بنفتح الارتريز وبنعمل لها اندرتراكتومي وبنعمل لها انجو وبنعمل لها سوتشرينج وبنعمل لها اكسبوجر، فاحنا حاسين وشايفين الارتري. فلما بتيجي بعد ما تخلص السيرجيكال تريننج بتاعك انك تتعلم الاندوفاسكولار، بيكون عندك ميزه مش عند اي حد تاني، فلازم تستريس على الحكايه دي وانت بتتمرن. النقطه الثانيه ان الاندوفاسكولار بروسيجرز اسهل شويه من الاوبن سيرجري ان جنرال، فممكن تلاقي الليرنينج كيرف بتاعها اسرع، فممكن تبقى مغريه انك تعمل حالات كتير وانك تعمل حاجات تجربها بنفسك حتى لو انت لوحدك لاول مره. غير الجراحه احنا في السيرجري بنبقى متخوفين احنا نجرب حاجه جديده، بالذات لو انسوبرفايزد، لكن في الاندو عشان هو اساسا التول بتاعته اسهل بكتير فبنبقى واخدين راحتنا، فلازم برضو تبقى مركز في الحكايه دي ان ما تفتحش لنفسك السكه قوي انك تجرب حاجات جديده عمرك ما عملتها قبل كده ويكون فيها ريسك، لان at the end of the day احنا بنعالج patient، بنعالج روح. ما تجربش حاجه undocumented او not published just for the sake انك ايه to prove for yourself something. دي نقطه مهمه. اخر نقطه افتكر الكتير منها مش بيهتم بيها هي الراديشن سيفتي. لازم تقرا عليها وتفهمها وتتعلمها وتحافظ على الجير اللي انت لابسه عشان تحافظ على عينيك والثايرويد وكل الانترنال اورجنز بتاعتك ما يحصلش فيها اي مشاكل، والجهاز السي ار او الكاث لاب اللي حضرتك بتشتغل بيه لازم تكون عارف ازاي هو بيعمل لك سيفتي وازاي تستخدمه بطريقه ما تضركش. بس ربنا معاكم، شكرا. We'll be right back.